فرحة نجمنا، فرحة واحد من المدربين المصريين اللي قلت في بداية حلقتي قدر ان هو يسطر تاريخ جديد لتاريخ التدريب المصري بره مصر، سواء كان كابتن طارق مصطفى في المغرب او ضيف النهارده في ليبيا. دوريين اتنين صعبين جدا، الدوري المغربي وما ادراكم مع طارق مصطفى، الدوري الليبي لانه ليه يعني خصوصيه، منطقه شرقيه ومنطقه غربيه، وبعد كده تدخل تصفيه ما بين المنطقتين الاثنين، وطبعا هناك الاهلي بنغازي، وهناك اهلي طرابلس، وهناك الاتحاد، وهناك النصر، وانديه كبيره جدا جدا، والجماهير هناك. انا شرفت ان انا كنت موجود في ليبيا الفتره الوجيزه الماضيه، والتقيت بضيفي هناك وعرفت مدى حب الجماهير، وشفت الجماهير سواء كانت في الشارع بتنادي بيه ازاي، وشفت انديه كبيره جدا هناك بتتمنى ان هو يكون يتولى الاداره الفنيه لناديها، نجمنا الكبير الخلوق كابتن محمد عوده اللي منورنا ومشرفنا النهارده. دلع السلام حبيبي يا دكتور، ايه المقدمه الجميله دي؟ ما استحقش ده كله جزء حبيبي من حبيبي الله. حبيبي يا دكتور، وحشني جدا. بس بقول لك انت خسيت جامد. اقول السر ولا بلاش؟ انا كل ما باجي مصر بتخن تاني. لا لا لا، كابتن محمد عدو هناك بعد صلاة الفجر لازم على الكورنيش انت وسامح السقا تاخد لك قد ايه رياضة؟ خد 45 دقيقة كده، 5 دقيقة يوميا، يعني كل يوم. كل يوم بنعمل تروت خفيف كده ونروح ونشتغل فضى، يعني انت عارف هنا بقى ما عندكش ولادك ولا زوجة ولا اي حاجة بتشغلك، فالحمد لله بنقضي اليوم من بدري، يعني بعد صلاة الفجر نطلع نعمل الاذكار مع بعض، نجري على الكورنيش زي ما انت حضرتك شفت، حوالي ساعة كده ونرجع، فبتفرق معاك جدا يعني. وبعدين زيت الزيتون برضو فارق كتير. فارق كتير. طبعا. لا بصراحة يعني أنا شاهد على حب الناس في ليبيا، سواء لما قمنا بزيارة لنادي الهلال اللي حضرتك بتمرنه، وشفت الإدارة هناك بتقدر كابتن محمد عودة إزاي وجهازه، الجماهير في الشارع لما أنت بتمشي في الشارع أنا شفت حب الناس لكابتن محمد عودة، وإزاي الناس حبه الراجل اللي شغال بضمير مع ناديهم ووصلهم للدرجه دي. حبيبي يا دكتور احمد، اتقابلنا احنا في ماتش الزمالك والمريخ بين هناك. هناك والاخضر. كان الاخضر والنادي الشباب بوليزاد الجزائري. بالظبط. وبعد كده كان قبلها بيوم المريخ والزمالك. بالظبط. انا دكتور الحمد لله قعدت، ده تالت موسم ليا هناك في ليبيا. انا موسم 2018 كنت مع النادي الاهلي. اهلي بنغازي. عملنا موسم كويس قوي والحمد لله، سبتهم هم اول الدوري. بس اللي حصل الدوري ساعتها اتلغى، ساعتها كان في مشاكل تبع الحرب. قعد كام سنه كده يتلغي، فاتلغى واحنا اول الدوري الحمد لله. بس دخلت فيهم ابطال افريقيا الحمد لله. الموسم الثاني ده كان 2018. 2020 مسكت النصر زي الاهلي والزمالك هنا. انا فاهم. النصر الحمد لله برضو مشيت اول، مع انهم كانوا مغيرين الفرقه كلها. كان ثلاث ارباعها مطلعين الاواسط اللي هم الناشئين، اشتغلت بيهم والحمد لله كان عملنا انجاز مش طبيعي ان احنا تمشي اول بالفرقه الجديده دي. اتغلبت ماتش واحد اللي هو من الاهلي، وكان جاي لي بقى ساعتها المحله، فنزلت بقى بين الدورين ما قدرتش اكمل يعني، انما انا سايب الفرقه الحمد لله في اول الدوري مع النادي الاهلي الحمد ومع لله. الهلال بقى كانت تجربه جديده يعني لها نتائج اكثر من رائعه السنه دي الحمد لله. انت كنت حصلت على جائزه افضل مدير فني في الدوري الليبي بصحبه اخونا وصديقنا علي الشريف كافضل رئيس نادي، وده انجاز كبير جدا ان انت تحصل على افضل مدير فني في الدوري الليبي. انا هجيبها لك من الاخر. انا الاول طبعا بشكر اللجنه المنظمه اللي عملت الحفله، بشكرهم ليه؟ ما بصوش، عملوا العداله، ما بصوش على جنسيه، ممكن واحد ليبي اللي ياخدها ولا مين، ما بصوش على الجنسيه، بصوا على التعب، ما بصوش برضو على السداسي. هم بصوا على اللي انا الحمد لله احنا مسكنا الهلال، كان قبل الاخير يا دكتور لو حضرتك تعرف، كان قبل الاخير في الدوري الحمد لله، بقاله بالظبط حوالي 10-15 سنه ما دخلش السداسي. الحمد لله كانت طفره السنه دي انك تمسك الفرقه قبل الاخير وتمشي وتنافس وتخش الحمد لله السداسي، دي كانت حاجه كبيره يعني. السداسي اللي هي ما بين المنطقه الشرقيه والغربيه. بالظبط. هم بياخدوا، هم طبعا بني غازي على حدود مصر فيها مجموعه، هم بيعملوا عشان الطريق كل الماتشات بتبقى محتاجه طيران،
فصعب. فعاملين 11 فرقه هنا في بنغازي اللي هي على حدود مصر، و11 فرقه في طرابلس اللي هي على حدود تونس. المسافه بينهم حوالي 1000 كيلو. فما ينفعش كل اسبوع تروح تركب طيران وتيجي، هتبقى صعبه جدا. فبيعملوا يا دكتور بياخدوا اول وثاني وثالث من هنا، واول ثاني وثالث من هنا، ويعملوا السداسي في ارض محايده. ممكن كانوا يعملوها السنه دي في مصر بس اتعملت في تونس. الحمد لله. مين السداسي اللي كان موجود السنه دي؟ السداسي في المنطقه بتاعتنا اللي هي البنغازي كان اهلي والنصر واحنا الهلال، يعني افضل ثلاث فرق. وقفت لاخر لحظه، كان حوالي سبع فرق كانوا بيخشوا. من ضمنهم الاخضر كان ماسكهم من نجمنا الكابتن حميد بسيوني. كان اخر ماتش لنا لهو، كان برضو في نفس الوقت بينافسنا درنس كابتن مصطفى مرعي. صراحه لازم نديله حقه، هو عمل شغل هايل جدا مصطفى بصراحه. بالظبط، من امكانيات ضعيفه جدا. نفس الكلام، كان في فريق اسمه الصقور كان برضو داخل، كان اعلى حتى مننا حوالي بتاع 6-7 بونت واحنا تحت. فالحمد لله عدينا الفرقه دي كلها ودخلنا، فكانت هي دي الطفره اللي عملناها. دي انت ليك احتفاليه تانية اعتقد، دي كان قدام الاخضر لما انت صعدت. دي الاحتفاليه اللي جابوها دي في المقدمه، دي كانت بتاعه الاخضر. انا ما كانش في دماغنا يعني، انا داخل كنت واقف مع الكابتن عبد الحميد بسيوني وبتكلم مع الجهاز. فطبعا بعد الماتش زعلانين وكده، صوت اللعيبه الاحتفال طالع جدا من الاوضه. فداخل ازعق يعني، داخل ازعق، بس الفرحه ما اتخدتني. هتهنى تاني كده يا شريف كده، خلينا نعيش الفرحه ما اتخدتني. ومن ايه؟ ومن فتحنا مع بعض. اهي تاني بس انا داخل ازعق جد. طلعها لي بالصوت يا شريف لو في صوت. ثانية هرجعها لي بالصوت بس عشان ايه؟ هي الفرحة، فرحة فرحة الفرحة في كل حاجة. خلاص دي كانت فرحة السداسي. فرحة اللي انت وصلت للسداسي. فالحمد لله بعد الماتش ده دخلنا السداسي، كان انجاز بصراحة، انجاز ما عملوش محمد عودة لوحده بصراحة، عمله رئيس نادي علي الشريف. جميل قوي علي الشريف، قوي قوي، شاب صغير كان لاعب في الفرقة وتولى الإدارة. أنا قعدت معاه القعدة طول ما كنا مع بعض، عنده فكر استثماري وشخصية جميلة جدا. بالظبط بالظبط، هو سنه صغير فاهم في الكورة كويس قوي، قعد 15 20 سنة كابتن الفريق، بعد كده لما جه مسك رئيس النادي فهو فاهم كل حاجة. صراحة ساعدني جدا جدا، وقف في جنبي وقف في ظهري، معاه مجلس إدارة محترم، كلهم محترمين، التفوا حوالين بعض. مش كرة قدم لا، ده كله زاد، الطايرة، السلة، لا عملوا طفرة، عملوا منظومة جميلة جدا جدا. لجنة الكورة بشكرها، بشكر الجهاز الفني اللي معاه، المصري اللي معاه كابتن سامح السقا، نجم المنصورة ونجم منتخب رفيقك الأولمبي. سامح الناس بصراحة تعب معايا جدا، كنت مشغله كل حاجة يعني، مدرب عام بيسهر كل يوم بيقطع لنا الماتشات، ما كانش معانا محلل. لا لا ما شاء الله سامح تعب، تعب جميل، تعب معانا، بدي له حقه بصراحة. معانا طبعا الليبيين اللي معانا، المدربين، الجهاز الطبي، الجهاز الاداري، كله تعب بصراحه يا دكتور عشان نوصل للمكانه دي. الحمد لله، كانت بقول لك كانت طفره مش طبيعيه. نتيجتك بقى في السداسي كانت ماشيه ازاي؟ دخلت السداسي، كان هناك الاهلي طرابلس والاتحاد ومين تاني؟ احنا كان عندنا الاهلي بنغازي والنصر والهلال. الناحيه الثانيه طبعا على طول الاهلي والاتحاد، ده ما فيهاش كلام. معروف، يجي معاهم مره بقى السويحلي، مره مدينه، مره المره دي كان ابو سليم. عاملين فرقه كويسه قوي قوي، جابوا لعيبه. حي ابو سليم ده مع حي. مسكهم رئيس نادي معاه ماده، جاب لعيبه كتير عندهم امكانيات، عمل طفره يعني. دخلنا السداسي. انا بقى سبحان الله مش محظوظ في السداسي. لو محظوظ في السداسي كنا فعلا خدنا البطوله السنه دي. عملنا ماتشات كويسه جدا جدا. بس كل ماتش يا دكتور سبحان الله بالاربع خمس فرص مؤكدين تضيع مننا. اتعادلنا مع ابو سليم اول ماتش، ضيعنا فيه فرص كتير قوي، كنا احنا الاقرب بكتير. اتعادلنا مع الاتحاد، كنا كاسبين 1-0 وضيعنا فرص كتير، اتعادلوا معانا في الاخر. جينا ماتش اللي هو المهم جدا، اهلي طرابلس اللي هو اقوى فرقه في اهلي طرابلس، ضيعنا فرص مش طبيعيه، عملنا احسن ماتش. الاهلي يعني سرق النقطه معانا، ضيعنا فرص كتير وجبنا حوالي مش عارف يوميها حوالي كورتين او ثلاثه في العارضه. ما كانش لنا نصيب يعني. الحمد لله احنا يعتبر احسن دفاع في البطوله، كنا مقفلين كويس قوي. الحمد لله خلصنا مركز ثالث بعد الاهلي والاهلي. اهلي بنغازي كان عاملين فرقه كويسه قوي بصراحه السنه دي، ففنش اهلي طرابلس الاول، اهلي بنغازي الثاني،
احنا الثالث ابو سليم الرابع. الاتحاد الخامس واول مره تحصل ان الاتحاد ما يوصلش والنصر النصر يعني الخامس يعني انت وابو سليم في الكونفدراليه والاهلي والاهلي في رابطه الافراح. بس احنا الثالث يعني خلصنا هي توزعت حلوه اثنين بنغازي واثنين واثنين طرابلس. فالحمد لله بنحمد ربنا عملنا اداء كويس قوي. انا مبسوط بالاداء يعني كله فوق ان الهلال جاي ضيف شرف وحتى ابو سليم يعني الاثنين ضيوف شرف واللي هيخش زي كالعاده اهلي نصر والاتحاد هم اللي هيخشوا. لا ده ابو سليم دخل خريطه اتغيرت شافوا الحمد لله ان اداء الهلال كويس قوي 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 زي ما بقول لك كنت ممكن اكسب كل الماتشات لولا التوفيق الحمد لله وبنحمد ربنا على اللي احنا فيه والحمد لله بناء كده دخل ترشيح الثلاثه الاولانيين مدرب الاهلي ومدرب الاهلي بني غازي ومدرب الهلال اللي هو انا والحمد لله حصل التصويت وربنا كرمني والحمد لله خدت افضل مدرب السنه دي سنه 2023 الحمد لله. طب قول الو. الو السلام عليكم. كابتن علي اهلا وسهلا كابتن. ده بقى الشخصيه دي قعدنا نتكلم سنتين عليها مش هنديها حقها يعني خليني صراحة. يعني كابتن علي الشريف رئيس نادي الهلال انا شرفت بان انا طبعا يعني قعدنا مع بعضنا قعده واحنا في بنغازي واحد من الشخصيات الجميله كان لاعب في فريق نادي الهلال واصبح الان رئيس لمجلس اداره نادي الهلال. هذا الرجل بيحظى بثقه ومحبه الجميع في مدينه بنغازي سواء كان على مستوى القياده السياسيه وعلى مستوى الرياضه. عامل طفره كبيره جدا في نادي الهلال وعامل انشاءات على اعلى مستوى وبيقود النادي يعني بفضل ربنا ومعاه جهاز فني محترم مع الكابتن محمد عوده قدروا ان هم يوصلوا للكونفدراليه. برحب بيك وسعيد جدا بوجودك معايا وحشنا كتير. الله يسلمك يا دكتور اياد وسعيد بوجودي معاك وبارك الله فيك على المداخله الجميله هذه. وطبعا الكابتن عوده عبد غني على التعريف والامانه شخصيه محترمه جدا جدا وعامل معنا موسم ولله الحمد كان موسم جميل جدا. وربنا وفقه على الجهد اللي اشتغله هناك. خلينا بارك لك الاول على فوزك بافضل رئيس نادي في الاستفتاء الاخير. ولله الحمد هي افضل شخصيه رياضيه. كويس جدا. افضل رئيس نادي افضل شخصيه رياضيه اللي عمل في 23 ولله الحمد. هي الجائزه دي بالعكس هي بتزيد الحمل علي اكثر. ان هي الواحد اللي وصول القمه دي ما يقول لك سهل الحفاظ عليه هو الصعب. ان شاء الله ربك يكرمنا ونحافظه على الخطه وعلى الخريطه اللي ماشيين عليها ان شاء الله. ان شاء الله. طيب دلوقتي منشآت والعاب هتشارك في المعترك الافريقي في الكونفدراليه وكان موجود الاخضر الموسم الماضي. ازاي ان انت تقدر تتعدى المراحل اللي ما وصلش لها الاخضر خلال المشاركه القادمه يا كابتن علي؟ والله للامانه نحن لسه دلوقتي احنا مشروع جديد كادارتنا يعني الحمد لله كاداره بالنسبه لي انا في ادارتنا مجموعه لاعبين جداد جبناهم السنه دي تقريبا 23 رياضي دخلوا على النادي من 10 انديه فكان ولله الحمد يعتبر انجاز كمعطيات الكوره. انت لما تقول الكوره تقول 23 رياضي تدخلوا في موسم واحد يلعبوا مع بعض يصير انسجام يحصل النتائج توصل في مراحل لحد الترتيب الثالث في الدوري العام. ولله الحمد يعتبر احنا كان طموحنا ان ندخل السداسي يعني كان اول بلان يعني اول خطه لكن ولله الحمد دخلنا السداسي وقدرنا ناخذ الترتيب الثالث وكنا نكون نحن ابطال الدوري لكن كان سوء النتائج بس شويه حظ بس لو كان معانا لو كنا نحن ابطال الدوري كنا في جميع ماتشاتنا كنا نحن افضل كنا احنا مسيطرين بس سوء التوفيق وعدم توفيق بس الرياضه انت عارفها بس نحن الحمد لله راضيين على المستوى اللي وصلنا له الترتيب الثالث وهذا ان شاء الله اهلنا المسابقات الافريقيه اللي مشاركه الكونفدراليه ان شاء الله نقدم موسم يليق بس النادي الهلال مش غريب على نادي الهلال مشارك تقريبا 6 أو 7 مرات في المشاركات الافريقيه ان شاء الله نقدم موسم مميز مع الكابتن عوده ونشارك ونخرج النادي المعركه القاره الافريقيه ان شاء الله ان شاء الله. هتبقى متواجد مع الفرقه في المعسكر التدريبي في القاهره ولا لا؟
ممكن احضر اخر ثلاث ايام ان شاء الله. ان شاء الله تنور القاهره كلها ونكون في انتظار وصولك وتنورنا هنا في الاستوديو ان شاء الله باذن الله يا كابتن علي باذن الله. ان شاء الله دكتور ايهاب ان شاء الله بارك الله فيك. ربنا يبارك لك. كابتن عواد عاوز اقول لك حاجه. كابتن علي ما بينامش اليومين دول. خلي بالك يا دكتور بكره اخر يوم في التأييد الافريقي. التأييد الافريقي. والله بكلمه الساعه 4 الفجر بيبقى لسه قاعد في المكتب. ما هو فعشان عمال يجيب لعيبه ما فيش وقت. هل ممكن نلاقي معايا الكابتن علي بتفكر في حد من مصر يكون موجود معاك في الدوري الليبي؟ الاسعار في مصر غليت قوي يا دكتور. يعني انت عارف كله بيخش دلوقتي في 7 و8 مليون. المشكله مش اللاعب بس، يعني كل اللعيبه المميزه عقودها ساريه. فعشان تجيب لعيب وتديله وتخلص من النادي بتاعه هتلاقي رقم كبير جدا. فانا ما بفضلش اجيب حد من مصر تبع الافريقي. تمام. بشكرك كابتن علي الشريف رئيس نادي الهلال الليبي، شكرا جزيلا ومزيد من التوفيق ان شاء الله. شكرا جزيلا. ده يعني ده السبب اللي انت ما بتساعدش، بتساهم بالافارقه طبعا. برضه عندنا حدود هناك، يعني اعلى لعيب هيبقى في حدود 200,000 دولار. يعني حوالي 8 مليون جنيه دلوقتي. اللعيب في مصر بياخد ال 8 مليون جنيه لوحده. يعني كلمت كذا واحد عايز الرقم ده لوحده ولسه النادي بتاعه. فانا لا، الافريقي اقرب، التوانسه اقرب، الجزائر اقرب. ارقامهم اضعف شويه والحمد لله. والحمد لله جبنا لعيبه كده، يعني بالارقام اللي احنا اقل من كده كمان. هي البورصه عندنا للاسف الشديد ملهاش معايير. عيلت قوي ملهاش معايير قوي يا كابتن. خالص خالص عيلت. يلا طيب، ايه الفرق ما بين الدوري الليبي والدوري المصري؟ جينا بقى، خلينا بقى يعني ندردش مع بعض شويه. لا والله الدوري الليبي دوري صعب، خلي بالك يا دكتور، دوري صعب جدا جدا. الفرق كلها متقاربه، الدعم واحد. يعني يجي مثلا قبل الدوري تلاقي كل واحد 4 مليون دينار، كل نادي بياخد زي بعض، ده زي ده زي زي ده. ده من الدولة. من الدولة. من الدولة. فكله بقى، الأول ما كانش فيه كده. 4 مليون دينار. يعني في حدود 24 مليون مصري. بالظبط، في 8 فرق. يعني بالظبط. فالفرق كلها بقت قريبة لبعض جدا، الماتشات صعبة جدا. زي ما قلت لحضرتك، عارف الأول والثاني والثالث 7-8 فرق من 11. ما تعرفش مين اللي هيخش السداسي. وده كان صعب جدا في الوقت ده. نفس الكلام هناك، المهاره كويسه جدا. المشكله بس الملاعب، المشكله كمان اللعيب الليبي مظلوم. مظلوم. هو لعيب مهاري كويس جدا. انا بقول لك المهاره هناك عاليه جدا، بس ما فيش تطوير. يعني تلاقي اللعيب بيخلص التمرين بتاعه يلف بالعربيه، ما ياكلش، مهمل جدا، يعيش حياته. اللعيب الليبي مهمل جدا جدا. وممكن يمشي غلط بره 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 التمرين. فلازم انت دورك كمدرب لازم كل يوم دروس، كل يوم تجمعهم، كل يوم تديهم. لانه لو التزم هيبقى في منطقه ثانيه، حته ثانيه، حته ثانيه. وده كويس، وده اللي حصل بصراحه. اللعيبه الحمد لله كانوا بعيد جدا، بدانا نضغط عليهم، نفهمهم، نديهم كل واحد الفكر بتاعه يزيد. والحمد لله ضربت لهم مثل ان محمد صلاح انا كنت مدربه، والنني كنت مدربه في المقاولين العرب، وقلت لهم الالتزام خلاهم فين، وانتم ممكن توصل فين، وانت عندك مهاره زيك زيه. كان عندنا طارق تيف في ليبيا كان واحد من افضل بالظبط انجابات الملاعب العربيه. بالظبط. فلعيبه كتيره يا كابتن التزمت. حصل طفره مراحل بجد، انا بكلمك بصراحه، طفره بصراحه بالالتزام اللي حصل ده اللي حصل. نجاحكم في الدوري الليبي ممكن نلاقي سواء كنت انت او مصطفى مرعي وهو موجود مع ديرنس الليبي، وكان كابتن حميد مع الاخضر، والاخضر اداره محترمه جدا ايضا. ممكن نلاقي مدربين تانيين في الدوري الليبي. هكون صريح معاك يا دكتور، هم بقالهم فتره ما بيجيبوش دوري حد مصري. يعني كذا تونسي وغيره. انا بدون ذكر اسامي مدربين كتير راحت مصريين وما بتستحملش. تقوم اول ما بيجي لها عقد تمشي. وده اللي حصل كتير، ما بيستحملوش. فبدا الاتجاه كله للتوانسه. النهارده تيجي تلاقي الدوري مثلا 22 فريق بالظبط، تلاقي 12 تونسي ماسكين، ما فيش مصري. الحمد لله بقى لنا فتره دخلنا، بداوا بقى السنه دي بدا فرق كتيره قوي عايزه مصريين. الحمد لله، يعني نجاح مصطفى، والحمد لله لما خدت افضل مدرب، فبدا انديه كتيره قوي، وناس وانديه بتكلمني عايزين مدربين مصريين. وفي الحمد لله بعد ما خلصت السداسي جالي كذا عرض من ليبيا. الناحيه الثانيه في طرابلس. الناحيه الثانيه في طرابلس. بس انا الحمد لله يعني اتكلمت معاهم وقلت لهم انا مرتاح جدا مع الشخصيه، مع الكابتن علي، مرتاح جدا في مع منظومه الهلال، وقفلت البتاع. قلت لهم يعني لو هسافر ليبيا هبقى موجود في الهلال ان شاء الله. طيب، قلت لي من شويه ان الخريطه اتغيرت بعد ما كان النصر والاتحاد بيبقوا موجودين ممثلين، اتغيرت، والسنه دي بقى بسليم ومعاه كمان الهلال هم المتواجدين.
كما تغيرت الخريطة في ليبيا، شايفها بتتغير في الدوري المصري في الفترة الأخيرة ولا لسه زي ما هي؟ والله الدوري المصري يعني مش عارف، في مجاملات في كل حاجة، أنا هكون صريح معاك. مجاملات؟ مجاملات في كل حاجة. بمعنى؟ مجاملات في حتى في المدربين. ألاقي واحد يفشل هنا، يوم جاي تاني يوم هنا رايح هنا يفشل، يوم رايح هنا يفشل. في مدربين كتير قوي مميزين قاعدين قاعدين مش حتى في الممتاز به مش شغالين، وهم مدربين كويسين لو اشتغلوا في الدوري الممتاز هيبقوا كويسين جدا. مش عارف يعني هناك ما فيش كده يعني بصراحه، يعني اللي بيوقع مين اللي بيتحكم في ده يا كابتن؟ الوكلاء. انا بكلمك بصراحه. وبعض من مجالس ادارات بيبقى مظبطين مع الوكلاء، بيسمعوا من بعض، يبقى في اتفاقات مع بعض أندية معينة كده، اتفاقات مادية؟ ما اعرفش انا بتكلم، بس ما انا بستغرب الاقي في كذا كذا وبيشتغل تاني وبيشتغل تاني. انا الحمد لله ما بجيبش اسامي، انما دي حقيقة بصراحة. اسماء كتيرة جدا على رأيك دي حقيقة بره، بعد ما كابتن خالد جلال فين؟ كابتن حمزة بعد ما بينقذ الإسماعيلي كل سنة الاقي بره الإطار. انت جبت سيرة واسماء جبت اتنين محترمين، وطارق مصطفى جدا، هيثم شعبان، طارق مصطفى عمال يشتغل بره. حمزة الجمل ده مدرب كبير جدا جدا. انا هقول لك بصراحة، انا اشتغلت مع مدربين كتير جدا. حمزة جه اشتغل في المقاولين استفدت منه كتير، فكر عالي بسم الله ما شاء الله. غريب يعني النهارده الاسماعيلي السنة فاتت جه كذا مدرب، حوالي خمس ست مدربين وما حققوش نتائج، واللي يمسك 10 15 ماتش وما جيبش نتائج. هو جه في الاخر قعدهم ويجي في الاخر إقالة. السنة دي نفس الكلام، حوالي كام مدرب ومسكوا المدرب واحد يمسك له 10 15 ماتش ما بيحققش. حمزه مسك كام ماتش يعني جمع بنات كتير جدا. هو اللي قعد الاسماعيلي من الاخر. انا معاك يعني بصراحه، انا معاك. طيب ايه الفرق ما بين مقاولين العرب محمد عوده ومقاولين العرب شوقي غريب؟ والله هقول لك، المقاولين العرب محمد عوده الاولانيه، الفتره الاولانيه اللي هو جيت انا مسكت مع بدل بعد الكابتن حسن شحاته والكابتن طارق العشري، مسكت الحمد لله عملت نتائج طفره والفرقه قعدت. هو دي بقى، هو ده المقاولين محمد عوده، ان انا اقعد اجيب لعيبتي، جبت لعيبه معينه اشتغلت بارقام قليله جدا الحمد لله. فنشنا في الاول سنه دي فنشنا السادس، ثاني سنه السابع، ثالث سنه الدور الاولاني كنت ماشي مع الاسماعيلي اول الدوري مناصفة، حوالي سبع ماتشات انا والاسماعيلي، كان فيه مدرب اجنبي والاهلي والزمالك كان ناقص له ماتشات كتير متاجله فمشينا. السنه دي عملنا موسم هايل وجيت في اخر الموسم قدمت استقالتي ومشيت. انا بتكلم في ايه؟ لما انا بمسك من اول السنه الحمد لله بجيب اللعيبه اللي انا عايزها. المقاولين قعد حوالي بالظبط خمس ست سنين او سبع سنين ما فيش اي منافسه على الهبوط. لما من ساعه ما عملنا الفرقه كويسه دي شالت الفرقه حوالي ست سبع سنين ما فيش اي مشاكل. نفس اللي حصل في المحله، انا رحت المحله من لا امكانيات، امكانيات ضعيفه طبعا، وراك جمهور مش طبيعي، جمهور محترم بحبه جدا جدا. كان معاك رئيس نادي محترم بصراحه كابتن علي العباسي، بس ما كان امكانيات ضعيفه. يعني ايه ضعيفه؟ يعني عايز لعيب اجنبي ب 40,000 دولار مش تعرف تجيبها ب 100 و100. عملنا فرقه من لا شيء، لعيبه كتيره جدا كنت ماشي كويس جدا. انا جبت لعيبه كتيره اتغيرت، يعني واحد زي حميد ماو ده كان مبطل مشي من بتروجيت ومشي من الانتاج وراح بلده خلاص، اتصلت بيه وجبته مش عارف ب 30,000 دولار ولا بكام وجبته. النهارده حميد ماو النهارده السوق كله بيجري عليه. نفس الكلام في وافي، كان مشي بلده وراح جبته ورجعته تاني. لعيبه كتير، ايهاب سمير جبته من الدرجه الثالثه كان بيلعب في طنطا وخلاص ونزل خلاص رجعته تاني. معاذ الحناوي جبته بسم الله ما شاء الله، النهارده معاذ مكسر الدنيا بقاله سنتين وانديه كتير عايزاه. نفس الكلام بزوكا، لعيبه كتير قوي. عملت فرقه حلوه. عملنا فرقه من لا شيء صدقني، مع اللعيبه بتاعت المحله الحمد لله كنت سايبهم ماشيين رابع الدوري. طب انا يعني عملت فرقه محترمه ووراك جمهور يعني يعديك في الصخر، ايه اللي حصل؟ واداء ماشي، كنا عملت كل حاجه حلوه، عاملين اداء كل حاجه كانت حلوه، بس اللي ما كانش حلو لانك مره واحده في المقاولين. هقول لك بقى، تقول بقى عليها غلطه ولا مش غلطه؟ ايوه ما دي بقى دي اللي انا وهل انت ندمان عليها ولا لا؟ ما انا هقول لحضرتك، انا ندمت كل الندم. بس هقول لك، انا تعبت فعلا جدا في المحله. يعني شوف المحله قريبه، لا كنت ببات هناك بقعد بال 10 15 يوم ما انزلش، مركز في شغلي، مركز في لعيبتي، عايز هنا واحد سريع اجيب واحد سريع هنا، عايز هنا واحد بيمسك كوره، عمال ونقعد ونجيب ونقطع.
تعبنا جدا، والحمد لله البرواز طلع جميل لما تعبنا، عملنا فرقه محترمه، فرقه تقيله الحمد لله، قعدت سنتين ثلاثه المحله في الممتاز ما فيش اي مشاكل. الفرقه دي المعموله كنت انا مكمل على بصراحه عشان ما اخسفش حقه كابتن خالد عيد، كملت على شغله وكملت دي، ده اللي عمل الفرقه. قعدنا سنتين ثلاثه فرقه المحله في حته ثانيه. اللي حصل ايه بقى؟ المقاولين عرب. انا دخلت المقاولين عرب سنه 81، كان عندي بالظبط 7 سنين بيتك، قعدت فيه، طلعت من المقاولين عرب سنه 2009 ان شاء الله. انت متخيل بين لعيب ومدرب حوالي 37 سنه، جبت فيهم 5 بطولات. خلي بالك يا دكتور، انا اقول لك على حاجه ممكن حدش يعرفها، انا اعلى واحد من ساحه الكره ما اتعملت في مصر جاب بطولات. اكتر لعيب في تاريخ مصر. بس ما لعبش اهلي وزمالك. ما انا فاهم، بره يعني بره اي حد لعب في الزمالك جاب بطولات طبعا كتير. انما بعد بره اهلي وزمالك مش هتلاقي حد اصلا، مش هتلاقي نادي جاب 5 بطولات. الا اللي ممكن الاسماعيلي جاب 6 بطولات، بس طبعا متوزعين على اجيال متعدده. فانا جايب 5 بطولات سنه 2000 سنه 90 بطوله كاس مصر، 95 كاس مصر، 96 كاس افريقيا، واخد افضل لعيب في الدوري المصري في السنه دي، ودخلت منتخب افريقيا انا والكابتن حسام وحمزه الجمل 96، 2003 كاس مصر، 2004 كاس السوبر من الاهلي والزمالك. 5 بطولات، تعبي كله في المقاولين، حياتي في المقاولين، تليفون جالي من والدي ابراهيم بحلب، الباشمهندس محسن، الباشمهندس محمد عادل، بيتك محتاجك، بيتك الفرقه بتغرق. ما قدرتش اتكلم، سبت كل التعب اللي انا عملته، ما بصيتش لنفسي، ما بصيتش لحاجه، بصيت لي بيتي الاولاني، هي دي. وعايز اقول لك حاجه يا دكتور، يعني لو لف الزمن تاني، لو لف الزمن تاني ومسكت ومكسر الدنيا والمقاولين احتاجني، هسيب كل اللي في ايدي هرجع. يعني لو قالوا لك دلوقتي محتاجينك؟ لا مش دلوقتي، مش دلوقتي. تقولهم شوفوني في الكونفدراليه الاول؟ ليه مش دلوقتي كابتن؟ عاوز او عاوز تخوض تجربه افريقيه جديده كمدرب؟ لا انا بتكلم يعني فيما بعد، فيما كابتن بعد. كابتن شوقي طبعا بصراحه اسم كبير وعامل فرقه محترمه. كابتن شوقي واحد من المدربين لعلمك اللي بيشتغلوا بتفاني، ومن الناس المحترمه جدا جدا، وقدر ينزل بالعمر في النادي المقاولين، يعمل فرقه جميله السنه دي، نديله حقه. خبره كابتن شوقي طبعا، واستاذنا طبعا كلنا، وربنا يكرمهم ان شاء الله. يا رب. طفره السنه اللي فاتت، وان شاء الله السنه دي يعملوا حاجه احسن. وانا متوقع ان المقاولين ان شاء الله يبقى، طالما الفتره الدوري اللي فات ده المقاولين فنش باين سادس او سابع، ان شاء الله السنه دي يبقى في المربع الذهبي ان شاء الله باذن الله. تقدر مين الفرقه اللي يعني لفتت انتباهك جدا في الدوري المصري السنه دي؟ السنه دي في الدوري المصري في فرق كتير بصراحه، يعني كانوا كويسين. بس انا عجبني الدوري المصري السنه ده يا دكتور في المنافسه اللي تحت، اللي تحت دي مش منافسه. والله عجبني جدا. دي مش منافسه، ده حوالي 8 فرق يا دكتور. 8 فرق. وده عجبني للحظات الاخير. ده كان فيها اثاره، كنا بنتفرج على الفرق لغايه اخر اسبوع يا دكتور، مش عارف مين اللي ينزل. يعني يمكن الاسبوع اللي قبل الاخير في 4 فرق هربت، زي مثلا سيراميكا هرب، بنك هرب، كم فرقه هربت كده، الجيش هرب. انما لغايه اخر اسبوع حوالي 4 5 فرق، فكان في اثاره في الدوري المصري من تحت. عجبني جدا يعني بصراحه. طيب عاوز اخد معاك كده قبل ما استرسل تاني عشان وقتنا، بس هتجاوب لي واحد من 3، تمام؟ هتختار حاجه من 3. كنت على وشك الانتقال لاحد القطبين وفشلت الصفقه بسبب رفضي الرحيل، تمسك المقاولين بوجودي، خلافات ماديه. لا رفضي. رفضك؟ كان مين؟ الاهلي والزمالك الاثنين. الاثنين انا رحت قعدت، وفعلا انت عارف اخويا احمد عوده الحكم الدولي، حكمنا الكبير، كان هو اللي ماشي في موضوع الاهلي. ورحت قعدت مع الكابتن ثابت البطل الله يرحمه، وكان عن 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 طريق برضو الكابتن عادل الكيعي. ورحت قعدت في بيته في المعادي وخلاص، وعملنا كل حاجه. قلت له بس انا ليا مرجع اللي هو الوالد. دخلت قال لي انسى المقاولين، انسى المقاولين، بيتك اوعى تبيع بيتك يا بابا. وحتى احمد زعلوا من بعض الفتره دي بسببي، فانا مشيت مع والدي. فزعل مني وزعل من والدي، وقال ده فرصه اهلي، قال لك ما تسيبش بيتك، هم اللي تعبوا معاك. ده كانت سنه كام يا كابتن؟ ده سنه 96، السنه اللي خدت فيها احسن لعيب في مصر. والزمالك بعديها جابوا محمد عماره، يعني هم كان اتفاق معايا الاول. وبعد كده لما رفضت جابوا محمد عماره في السنه دي. الثانيه كانت مع الكابتن محمود سعد. الزمالك كان حوالي 4 5 مواسم على التوالي كل سنه اروح اقعد مع حد.
واروح اقعد وخلاص، مره مع كابتن محمود سعد، مره مع الباشمهندس هاني زاده، مره مع المستشار جلال ابراهيم، جلال ابراهيم في مكتبه في نادي الزمالك. قعدت فترات يعني، وكل سنه ما يحصلش نصيب وامضي. بس بقى عارف الزمالك يعني، جيت كان الحاج تعب في الفتره دي، وكنت هروح خلاص الزمالك، بس مش عارفين يخلصوني من المقاولين. فكانوا بيجيبوا لي مثلا نادي عشان اسافر بره واطلع وارجع، كان لعبه كده. ف يعني اللعبه دي كان الزمالك بيلعبها زمان. حاولت انا معايا العادي لغايه دلوقتي، كان بيلعبها زمان. فكنت هسافر بره وارجع عليهم، ما كانش فيه اصلي حلول. بس انا في اخر وقت تراجعت يعني. طيب حلوه، كان بيلعبها زمان، ما دي اللي احنا بنختلف عليها دلوقتي. يقول لك ده بيروح كوبري ويرجع، ده حق خلاص. يعني انت شفت التسريب بتاع احمد حسام ميدو مع رضا السيم؟ قلت لهم خلاص كل نادي له الحق اللي هو يدخل في اي مفاوضات. بالظبط بالظبط، احنا في عالم احتراف زي ما بنقول. طيب التدريب في مصر وليبيا، اسهل في مصر التدريب في مصر وليبيا، اسهل في مصر ولا اسهل في ليبيا، ولا لا يختلفان كثيرا؟ والله ما يختلفش كتير، ما صعب يختلفش. جدا هنا ولا هنا؟ هناك الضغط الجماهيري موجود اشرس من هنا. ان لا الجماهير اشرس هناك جدا. وتاني حاجه ما فيش امن كتير يعني، خلي بالك يعني الجماهير شرسه جدا جدا، الماتشات كلها شبه بعض وقريبين لبعض عكس مصر. انت لو ماسك فرقه من اللي فوق خلاص الموضوع بيبقى سهل معاك، ماسك فرقه اللي تحت هتقعد تتعب طول السنه زي ما انت شايف. انما هناك بتتنك طول الدوري، تلاقي الاهلي ما بيكسبش كل الماتشات ولا النصر، لا بيحصل مشاكل. عكس الاول يا دكتور، انا لما مسكت الاهلي كسبت كل الماتشات، مسكت النصر كسبت كل الماتشات، خسرت ماتش واحد. لا دلوقتي انسى الكلام ده خالص، في عادش خلاص كل لا لا كل الفرق بقول لك بتاخد زي ما انت قلت بسليم وغيره. كله دلوقتي بقى يجي له دعم، بقى يجيب لعيبه، فالموضوع بقى صعب. فالفرق كلها شبه بعض. اغلى بطوله في تاريخي، كاس الكؤوس الافريقيه 96، كاس مصر 2004، السوبر المصري 2004. لا كاس افريقيا، افريقيا ده كان عزيز على قلبي، وجبت حتى جونين في النهائي. انا والنجم الكابتن علي عاشور، وخدنا هدافين افريقيا، اربع اهداف انا والكابتن علي. مدفعجي هايل، لعيب كبير واخلاق ومدرب كويس جدا. الفرقه بتاعتنا كانت محترمه جدا. حاجه غريبه جدا يا دكتور عايز اقولها، الفرقه دي خدت بطوله تحت 20 سنه، غريبه. يعني فرقه تحت 20 سنه في المقاولين العرب بنلاعب الزمالك في النهائي، كسبنا الزمالك وخدنا بطوله الدوري 20 سنه. تخيل ال 20 ال 10 يطلعوا يلعبوا اساسيين في المقاولين العرب، يشيلوا المقاولين العرب 6 7 سنين، ياخدوا افريقيا. ده كان ما هو كان قطاع الناشئين في نادي المقاولين الاولمبي، كان افضل اثنين قطاعات معروفه. يا كابتن ده من اول، بص ممدوح ابراهيم الجون، هيثم حسين، محمد عوده، حمود العارف، سعد عبد الباقي، مصطفى مارين، كل ده لعيب، تامر مصطفى، علي عاشور، فرقه كامله. تامر النحاس، كلنا متكاملين، انا خايف انسى حد يعني. مصطفى كمان في خط الهجوم كان مصطفى صادق، لعيب كبير. كلنا طلعنا مع بعض ال 11 لاعب، طلعنا لعبنا اساسي، شلنا فرقه المقاولين العرب دي حوالي 10 سنين. ده اللي احنا بنقوله على قطاعات الناشئين، اللي هي ازماتك الماليه حلها طبعا. اللعيب اللي هتجيبه ملايين فوق اصرفه على قطاع الناشئين، هيطلعك بدل اللاعب 10 و20. بالظبط هو ده اللي تفهم. طيب صح او غلط، ندمت على رحيلي من غزل المحل؟ ما انا لا، ده ندمت ندم رهيب، بس تمام. بس بقول لك لو الموضوع لا اتكرر تاني ما ينفعش المولين بيدك النديك وتقول ما ينفعش. تمام. بس ندمت فعلا. تعرضت للظلم في انضمامي كثيرا لمنتخب مصر؟ حصل فعلا، سنين كتير جدا كان لازم امسك العب في المنتخب. بس سبحان الله كان الاجيال بتاعتنا دكتور كانت مليانه. النهارده تيجي تبص على باك شمال ولا باك يمين، مفيش فين وفين، وتلاقي واحد بس والدنيا مقلوبه عليه. لا ده بيتبغدد عليه. عندنا 10 لعيبه في الباك الشمال، ممكن اعدهم لك 10 لعيبه. محمد يوسف ده على طول، ياسر ريان، محمد عوده، محمد عمار، كتير. لا لا كنت كل واحد اسمه بصراحه. وغير بقى الجيل اللي انا حضرناه اللي احمد رمزي، احمد نخله، رزه ونخله ومجموعه. لا لا ده لعيبه كتير. هناك بعض الاشخاص في بلاش اقولها يعني، بلاش انا بقول لك بلاش اقول عشان اعفيك من البتاع. رشحت احد اللاعبين للانضمام للمقاولين ولم تتم الصفقه، ثم انتقل بعدها او بعد ذلك لاحد انديه القمه. في لعيبه كتير يعني، هختار لك واحد. ناصر منسي. ناصر منسي قصته معايا، جبته من الشمس وجيت مضيته في المقاولين، كان هيخلص ب 350,000 جنيه بالظبط، وكنت متابعه جدا وفي الدرجه الثانيه،
متابعه حتى قبل ما اروح الشمس، كان بيلعب في حته كده في الصعيد. وجبته مضيته وقعدت مع الاداره قلت لهم ده لعيب مهم جدا وهيبقى ليه شأن. الاداره ساعتها وقفت قالت لي ده في لعيبه كتير قوي مميزين في الناشئين، انت بتجيب لاعب ناشئ من بره؟ قلت لهم لا، على ضمانتي ده هيبقى في حته ثانيه في خلال سنه. وفي طيب. خلال سنه اتباع ب 25 مليون جنيه لبيراميدز، والاداره كان هيجي لها السكر في اللحظه. ده لازم يجي لها السكر ده من احد اللعيبه، كان في لعيبه كتير جدا بس انا بس انت عينك ما شاء الله. طيب غيرت احمد علي بعد اهداره ركله الجزاء امام الزمالك بسبب شعوري برعونه اللاعب في التنفيذ؟ حصل. احمد علي من اللعيبه الرجاله، طبعا رايح يشوطها عايز يجيبها جون، ده فرقته عايز ده، خلي بالك ده كان عايز يخش النادي المئة. فمهم جدا كان يجيب ضربه الجزاء دي، بس انا كنت بعمل ضربات جزاء قبلها بقول ضيعها مفيش مشاكل بس حطها بكل قوه، مفيش حد يعمل برعونه، اللي هيحطها برعونه تغير. فهو حطها برعونه طلعته بعد يعني. تسرعت بقبول التدريب في القسم الثاني. حصل غلطه كبيره جدا. كنت ماشي كويس قوي قوي قوي، حتى كنت في اهلي طرابلس ماشي كويس، جيت على بتروجيت كانوا هم تحت، وكانوا هم الفرقه الاخيره 15 بونت واقرب فرقه 25 بونت. تخيل دي كانت نصيحتي في يوم من الايام الكابتن خالد الجلال، انت عارف قرب من الكابتن خالد وانا عارف ان خالد يعني انتوا قرابه يعني مباشره. فبعد برضه نادي الزمالك وغيره جاله عرض كبير، فقلت له لا زي ما انت خلاص خدت كارير الدوري الممتاز ما ترجعش الخطوه مره ثانيه. اللي حصل يا دكتور انا عملت طفره واداره البتروجيت حبتني جدا وانا خلاص قامت الفرقه نزلت في الاخر ها. فانا عايز امشي، حطوا لي مبلغ ما فيش حد في الدوري الممتاز بياخده، رقم كبير عارف. فقلت لهم عارف انا اشتغلت في الدوري الممتاز بيت اربع ماتشات بالظبط او ثلاثه مش عارف ثلاثه او اربعه، وجيت رحت الاداره قلت لهم مع اني كان ليا مستحقات لا ده كان حوالي 1,250,000 بالظبط، كان شرط جزائي حوالي اربع شهور او ثلاث شهور ساعتها في الوقت ده كان ثلاث شهور، وتنازلت عنه وقلت لهم مش عارف اشتغل في الممتاز به وسبتهم بعد ثلاث ماتشات. التدريب في الكره المصريه يحتاج لامور اخرى غير الكفاءه الفنيه، وانت جاوبتنا اثناء الحلقه. الرغي كتير الرغي كتير مع الوكلاء، الرغي كتير مع العلاقات، وانا بعيد عن كل البعد عن الموضوع ده. والحمد لله دكتور انا من الحمد لله من المدربين اللي ما قعدتش الحمد لله شهرين في البيت الحمد لله. طيب قول الو. الو السلام عليكم يا دكتور. وانا طب قول لكابتنك الاول السلام عليكم الاول. احنا الظروف برضه بتغلط. انا اللي بقول لك تاني. بقول لك الو تقول له تاني حبيبي يا كابتن. يا عم سامح بقى انا عمال ادافع عنك تيجي في الاخر تقول ده لسه بقول لك تعب معايا جدا بصراحه، مدرب عام بمعنى الكلمه، تعب بيعنا في كل مع بعض مشغله كذا شغلانه وبلدياتي كمان وبلدياتي كمان يا كابتن ده بلديات محمد السقا اخوه ومحمود يعني ودوني كابتن سامح السقا طبعا نجمنا والمدرب العام نادي الهلال مع الكابتن محمد عوده منورنا. اهلا بيك كابتن سام. اهلا بك يا دكتور ازي حضرتك. طبعا انا يعني بتشرف بالمكالمه مع حضرتك ومع الكابتن عوده. الله يخليك. وكان ليا الشرف طبعا لحضرتك اتواجدت معانا في نادي الهلال وشفت حضرتك النادي ومدى حب الناس بصراحه اللي حصل. لا بصراحه انتوا عاملين شغل هايل جدا وببارك لك عليه، وطبعا وصولكم الكونفدراليه عندنا كابتن محمد عوده مدير فني وسامح معاه مدرب عام في المعترك الافريقي، ده اضافه للتدريب المصري يا سامح بكل تاكيد. والله يا دكتور بنشكر ربنا سبحانه وتعالى، الحمد لله ربنا وفقنا يعني الحمد لله صعدنا كمان في الدقيقه تقريبا 85 في الماتش النصر، فكان توفيق من ربنا سبحانه وتعالى والحمد لله. انا بحمد ربنا طبعا على الواحد الحمد لله بدايته ان هو بيتشرف ان هو طبعا بيشتغل مع مدرب كبير زي الكابتن محمد عوده، ربنا كرمني بيه طبعا حاجه طبعا الواحد بيتعلم كل يوم. والله يا دكتور يعني كل يوم الواحد طبعا بيستفاد، هو يعني بأدق التفاصيل الكابتن عوده بيشتغل عليها والحمد لله التوفيق ده ما بيجيش من يعني الا بالتعب وبالاجتهاد، والحمد لله يعني بيجتهد وبيتعب كل يوم والله، والتطور ده حصل فعلا والنتائج حصلت من التعب ده، وشفنا الاداء اختلف جدا من انا معاك من اللعيبه طيب واختلف الحمد لله في اساسيات. قول لي يا سامح اكبر حاجه استفدتها من الكابتن عوده ايه؟ الكابتن عوده عنده صبر، يعني عنده صبر فعلا. الكابتن عوده قال لحضرتك يعني جاله اكتر من عرض جوه مصر، لكن هو بصراحه عنده صبر ان هو يشتغل وان هو يتعب، وان هو فعلا يعني انا كنت موجود متواجد جوه اوضه اللبس والكابتن بيتكلم مع اللعيبه ان احنا هنوصل السداسي وان احنا هنوصل افريقيا،
طبعا يا دكتور، مع كان الوضع كان في بدايه السنه كان الوضع صعب. نادي الهلال نادي كبير، بس كانت النتائج طبعا مش مساعده في البدايه، والنقط قليله جدا لما وصلنا. فانا يعني كمدرب مع كابتن عوده طبعا خبرته اكبر مني، فانا قاعد في الاوضه طبعا يعني هنتعب وكل حاجه، لكن يعني ان احنا نوصل السداسي وان احنا نوصل افريقيا والنتائج كانت عامله كده، طبعا الحمد لله توفيق من ربنا وصبر جامد جدا ان احنا يعني تمام. طب قول لي انا كابتن عوده خاسس، وانا اعرف ان انت بتطبخ كويس، ايه اللي حصل؟ والله يا دكتور هو اللي بخسسني. انتوا ما شاء الله كنتوا انتوا الاثنين بس يعني انت طباخ كويس، بس هي الرياضه اللي عامله فيكم كده اكيد. والله يا دكتور الحمد لله كل يوم رياضه، ال 45 دقيقه بتوع الكابتن اساسي الكابتن. دخلنا في الاخر كمان بقى في جيم، قلت له انا هرجع العب بقى تاني. لا انت ترجع تلعب بقى تاني انت وكابتن عوده مره ثانيه. فاتمنى لكم طبعا التوفيق، وبعدين انا هرجع ليبيا تاني، انتوا عملتوا لي عصير هناك انتوا الاثنين، حاجه ما انساهاش بصراحه. دايما موفق يا سامح دايما منور الدنيا، ومبروك، وان شاء الله نبارك لكم في اللي جاي ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله بشكرك، شكرا جزيلا يا سامح، شكرا جزيلا. كابتن سامح قال حاجه فعلا كانت غريبه جدا. احنا لما رحنا مسكنا كانوا قبل الاخير، احنا جينا مسكنا الفرقه اول ماتش احنا مش عارف الاسامي وبنشتغل، وتعادلنا في اليوم ده مع الفرقه اللي نزلت. تتخيل يا دكتور الفرقه اللي نزلت دلوقتي انتوا تعادلتوا معاها، ده شباب الجبل كان كسبانه 1-0، وفي الدقيقه 90 من الشوط الثاني جبنا التعادل. فروحنا انا وهو مروحين مخنوقين، تعرف احنا كنا كام رغيف في اليوم ده؟ هتضحك والله العظيم كنا 20 رغيف فينو يوميا من الغيظ من الخنقه والله. عاملين ناكل مش حاسين هنعمل ايه، هنروح فين؟ قلت له لا انا هنرفع الفكر بتاعهم. رحنا اول تمرينه قلت لهم انا اول مره اتفرج عليكم، احنا متعادلين يا دكتور مع الفرقه اللي نزلت، انت متخيل؟ رحت قلت لهم والله العظيم احنا هنخش السداسي السنه دي. فاللعيبه عماله تبص لنا، حتى سامح استغرب. قلت لهم بعد الماتش اللي جاي انا هعمل التصريح ده على الهواء، وقلت لهم انت هتخشوا السداسي، انتوا فرقه كبيره، وعليت الفرقه. عامل النفسي والله العظيم يا دكتور. خلصنا الماتش الحمد لله، الماتش ده فعلا كسبناه 1-0. طلعت قلت لهم للناس يعني بعد الماتش، قلت لهم اعملوا الحساب الهلال في السداسي السنه دي. جالي تليفون من 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 احدى الفرق الكبار، الاهلي او النصر، فريق منهم كنت انا ماسكه، ومسؤول كبير متصل بيا قال لي انت ايه اللي بتقوله ده؟ انت فين انت بتضغط على نفسك ليه؟ قلت له الهلال في السداسي وعلى ضمانتي. سبحان الله وقد كان. الحمد طيب لله. الحمد سريعا برضه عاوز اقول لك، شايف مين من المدربين في الدوري السنه دي يعني قلت ده بصراحه عمل موسم اكثر من رائع؟ والله انا حمزه الجمل عجبني جدا ان قعد الفرقه بصراحه، وكانت صعبه، كانت صعبه جدا. بس يوني لما نزل برضه عمل طفره، انا بكلمك على اللي حصل طفره. بس يوني كابتن طارق العشري عمل طفره مع فاركو، مسك فاركو كانت بعيده جدا بعد الخواجه، وكانت كانوا بعاد كل البعد، حطوهم في حته تانية. مين تاني في اول الدوري؟ بابا فاسيلو عمل برضه شغل مع المحله. انا بكلمك على اللعيب المدربين اللي عملت شغل. ايمن الرمادي عمل شغل كويس، بس ما كملوش بنزول الفرقه، دي كانت مشكله، لان اسوان كان سهل قوي يقعد السنه دي. كابتن ايمن الرمادي كان عمل فرقه كويسه. طبعا ما ننساش حق كابتن ربيع سينا، هو اللي كان عامل الفرقه دي، عمل ماتشات كويسه جدا. بس كان سهل قوي اسوان تقعد. طب شايف حركه تغيير المدربين مع نهايه الموسم، كابتن علي ماهر من فيوتشر بعد ما وصل بيه الكونفدراليه برضه وموسمين اكثر من رائعين انتقال للمصري، كابتن طارق العاشر بعد ما عمل نتائج كويسه جدا مع فاركو بره فاركو، زوران مشي وراح الاتحاد السكندري، حركه المدربين في مركبة كابتن حلمي طولان بعد ما ابقى على سيراميكا خلاص مشي، وجي كابتن ايمن خد بطوله كاس الرابطه وراح الزفرة الامارات، في يعني تغيير في حركه المدربين، شايفها ماشيه ازاي؟ والله بمجهوده يعني كله، يعني كل مجلس اداره خلاص التعاقد خلص، بيفكر في مين يعمل له نجاح في الفتره دي. الكابتن علي ماهر برضه نسيته، كان عامل جدا تفرح كويسه قوي، بس دخل افريقيا الحمد لله. بقى له سنتين ماشي كويس قوي 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 كاداء وكنتائج. الفتره الاخيره يمكن كان في مشاكل، ما حصلش مكسب كتير في الفتره الاخيره. جاله عقد ان شاء الله في مصر، ونتمنى له ان شاء الله، علي ماهر من المدربين المميزين، ربنا يوفقه ان شاء الله. نفس الكلام علاء عبعال في الاخر عمل مفاجاه بصراحه، عمل معجزة ان قعد الفرقه بتاعت الداخليه، معجزه بصراحه. طيب اخر سؤال، مين النادي اللي بتتمنى تدريبه في الدوري المصري بخلاف المقاولين العرب؟ ارفع عنك الحرب، بخلاف المقاولين.
لا والله مش عايز، بس انا بجد بجد انا اتمنى امسك فرقه من اولها دي، يعني انا ظلمت نفسي بجد لما مسكت فرقه مش بتاعتي واتحسرت عليا، انما الفرق كلها اللي انا اشتغلتها من اولها عملت الحمد لله بقى نتائج كويسه. انما امسك اي فرقه انما من اول السنه مش هتفرق، حتى لو تحت او فوق. نجاحاتك افريقيا انت وطارق مصطفى، اليس هذه النجاحات او ليست هذه النجاحات شفيعه ان الاثنين الكبار دول تلاقيهم مع المنتخبات المصريه؟ والله يا دكتور يا ريت يا ريت، يعني انا اتمنى ذلك، بس الحمد لله انا حاسس الفتره الاخيره بقى في مصداقيه في الاتحادات الحمد لله، بقى الفتره الاخيره يعني الاول كان ممكن تلاقي واحد قاعد 10 15 سنه بيشتغل في المنتخبات، دلوقتي انا حاسس ان في تغييرات، فاتمنى مش لازم عوده اي حد جديد يجي يخش نغير، نبدا نغير ان شاء الله باذن الله، بإذن الله. ودي انا حاسسها في الاتحاد الجديد الحمد لله ان شاء الله. نورتني وشرفتني، وان شاء الله هحضر لك مباراه كونفدراليه في ليبيا ان شاء الله، اكون موجود معك هناك ان شاء الله. حبيبي يا دكتور انا مستمتع مع حضرتك والوقت عدى بسرعه. انا سعيد جدا جدا بوجودك معانا. نجمنا الكبير النهارده كابتن محمد عوده، واحد من المدربين المصريين الكبار سواء كان في مصر او خارج مصر، سعدت جدا بلقائه على مدار هذه الحلقه. نورت يا كابتن وتشرفنا دايما. دي كانت حلقتنا النهارده من الماتش، غدا ان شاء الله في تمام 11 مساء حلقه جديده من الماتش. حتى هذا الموعد دمتم في امان الله، الى اللقاء.